بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صفة الحج على نوعين: صفة كاملة وهي المشتملة على الأركان والواجبات والسنن، سنن المناسك، وصفة مجزئة وهي المشتملة على الأركان والواجبات، الأركان والواجبات في الحج، هذه الصفة المجزئة. و الفقهاء رحمهم الله يدخلون في هذا الباب كيف يفعل الحاج من أول ما يحرم إلى أن يتحلل من إحرامه بأداء المناسك. نعم. وإذا كان يوم التروية فمن كان حلالا أحرم من مكة وخرج إلى عرفات. نعم، إذا كان يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، فالأفضل لمن يريد الحج أن يحرم في هذا اليوم في أوله بعد طلوع الشمس، سواء كان من أهل مكة مقيما وأراد الحج، أو كان قادما إلى مكة وتحلل من العمرة، تحلل من العمرة هو المتمتع، فإنه يحرم بالحج في هذا اليوم، كما فعل الصحابة الذين تمتعوا بالعمرة إلى الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه أمرهم أن يحرموا في صبيحة هذا اليوم، ويحرم من منزله، لا يذهب إلى المسجد الحرام كما يظن بعض الناس، يحرم من تحت الميزاب كما يقولون، هذا كله لا أصل له. الصحابة الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم أحرموا من منازلهم في الأفطح وخرجوا إلى منى، ويفعل عند إحرامه في مكة يوم الثامن مثل ما فعل في إحرامه عند الميقات. وسمي هذا اليوم يوم التروية لأن من عادة الناس في ذاك الوقت أنهم كانوا يتروون الماء معهم ويحملونه معهم في القرب والأواني، لأن منى لم يكن فيها ماء في ذاك الوقت، وهم يحملون الماء معهم على الرواح. أما اليوم ولله الحمد فالماء متوفر في المشاعر، في عرفة وفي مزدلفة وفي منى، الماء متوفر في منازل الحجاج. نعم. فإذا زالت الشمس يوم عرفة صلى الظهر والعصر يجمع بينهما بأذان وإقامتين. نعم. ثم إذا زالت الشمس، يعني أحرموا وذهبوا إلى عرفة، أحرموا من مكة يوم الثامن وجاءوا إلى منى وباتوا فيها ليلة التاسع، والمبيت فيها ليلة التاسع سنة من سنن الحج، صلوا الصلوات الخمس فيها: الظهر والعصر والمغرب والعشاء، قصرا بلا جمع، صلون الرباعية ركعتين كل صلاة في وقتها. فإذا أصبحوا في يوم عرفة اليوم التاسع ذهبوا
من منى إلى عرفة للوقوف، والوقوف يبدأ من زوال الشمس في اليوم التاسع دخول وقت الظهر، يبدأ من زوال الشمس بالإجماع. وعند الإمام أحمد أنه يبدأ من طلوع الشمس يوم عرفة، ولكن الذي عليه الجمهور أنه يبدأ من زوال الشمس. نعم. ثم يروح إلى الموقف، وعرفات كلها موقف إلا بطن عرنة. إذا زالت الشمس، فإذا زالت الشمس يوم عرفة صلى الظهر والعصر. نعم، إذا زالت الشمس يوم عرفة دخل وقت الظهر، ومعنى زالت الشمس يعني عن الرؤوس، زالت عن محاذاة الرؤوس إلى جهة إلى جهة الغرب، يدخل وقت الظهر كما قال تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، يعني وقت دلوك الشمس وهو زوالها، هذا بداية وقت الظهر. فيصلي الحجاج الظهر والعصر جمع تقديم، قصرا وجمعا، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يتفرغوا للدعاء في عرفة. نعم. فإذا زالت الشمس يوم عرفة صلى الظهر والعصر يجمع بينهما بأذان وإقامتين، بأذان واحد، وأذن للأولى وإقامتين، إقامة للظهر وإقامة للعصر، ولا يكرر الأذان. نعم. ثم إنما تكرر الإقامة. نعم. ثم يروح إلى الموقف، وعرفات كلها موقف إلا ثم يروح إلى الموقف، هذا إذا كان خارج عرفة، إذا كان خارج عرفة، إذا فعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه جاء ونزل بنمرة، ونمرة خارج عرفة بين مزدلفة وبين عرفة، نزل فيها حتى زالت الشمس، رحل منها إلى وادي عرنة، إلى وادي عرنة، وهو واد يفصل بين مزدلفة، يفصل بين نمرة وبين عرفة، هذا وادي عرنة، وهو ليس من المشاعر، هو فاصل ليس من المشعرين، لا من مزدلفة ولا من عرفة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ارفعوا عن بطني عرنة، لأنه ليس محلا للوقوف، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه، جمع فيه بالوادي بين الظهر والعصر، وخطب فيه خطبة عرفة، ثم رحل منه إلى عرفة للوقوف، ولهذا يقولون النبي صلى الله عليه وسلم نزل بنمرة وصلى بعرنة ووقف بعرفة. نعم. وعرفات كلها موقف إلا بطن عرنة. وعرفات كلها موقف، وهي محددة بعلامات من جميع الجهات، فيتأكد من أن يكون داخل عرفة، لا يكون خارجا عن الحدود، وكلها موقف، ليس لبعضها ميزة على بعض، لقوله صلى الله عليه وسلم لما وقف عند الصخرات جبل الرحمة، لما وقف قال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطني عرنة، فيكون الحاج بأي مكان تيسر له من عرفة ينزل فيه ويدعو الله عز وجل مستقبلا القبلة، ولا يذهب للجبل كما يظن العوام، يذهبون إلى الجبل ويزاحمون ويتضربهم الشموس ويتكلفون
هذا لا أصل له ولا يجوز أيضا، لأن فيه ابتداع، وأنه يقصد الجبل ويذهب للجبل هذا ليس سنة، وفيه خطر على الحجاج لا سيما النساء والضعفة، فلا يذهب إلى الجبل ولا يصعد الجبل، لأن فيه من يتبرك بالجبل ويتمسح بالصخرات ويعقد الخرق على الشجر ويعمل أعمالا شركية أو بدعية، هذا يفسد حجه أو يخل بحجه وينقصه. فالحاج يبقى في منزله في عرفة متوجها إلى القبلة حال الدعاء، هذا المطلوب منه، ولا يذهب إلى الجبل، ولا يشترط أنه يرى الجبل. من بعض العوام يقول لازم يشاهد الجبل يشوف الجبل، لا، يجعل وجهه إلى القبلة ولا يجعل وجهه إلى الجبل وقت الدعاء. نعم. ويستحب أن يقف في موقف النبي صلى الله عليه وسلم إذا تيسر أنه يقف في موقف النبي صلى الله عليه وسلم عند جبل الرحمة، يجعله بينه وبين مكة عند الصخرات، فإنه فيه زيادة أجر. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يسر على الناس، قال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وأنتم تعلمون في الأزمان الحاضرة الآن زحمة الناس وكثرة الناس والضياع الذي يحصل للحجاج، فالأفضل له أن يبقى في منزله ولا يذهب إلى الجبل ولا إلى موقف النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا فيه حرج ومشقة على الناس في هذا الزمان مع كثرة الحجاج كثرة الضياع، وربما يكون الوقت حارا في لفح الشمس يتضرر ويحصل وفيات ضربة الشمس، ما كلفه الله بهذا. نعم. ويستحب أن يقف في موقف النبي صلى الله عليه وسلم أو قريبا منه على الجبل قريبا من الصخرات. على الجبل لا، على الجبل لا، الرسول ما وقف على الجبل، وإنما وقف وجعل الجبل بينه وبين مكة، ولم يقف على الجبل ولا صعد الجبل عليه الصلاة والسلام. نعم. ويجعل حبل المشاة بين يديه. حبل المشاة مراد به الطريق، طريق المشاة الذين يمرون في عرفة، وهو يعني كثيب من الرمل يمشون عليه، يسمى حبل المشاة. نعم. ويستقبل القبلة ويكون راكبا. يستقبل القبلة ولا يستقبل الجبل، ويكون راكبا على راحلته أو على سيارته، وإن وقف وإن جلس في الخيمة أو وقف على قدميه أو ركب على السيارة، كل ذلك لا بأس به إن شاء الله، حتى لو كان مضطجعا ويدعو حصل المقصود. نعم. ويكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. نعم، يكثر من هذا الذكر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لأن هذه كلمة التوحيد، وفي هذا تنبيه للحجاج أن يخلصوا نيتهم ويخلصوا حجهم لله عز وجل، ما يكون فيه شرك ولا يكون فيه بدع ومحدثات، وإنما يكون خالصا لله وصوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو يقول هذه الكلمة للتذكير بالتوحيد وإخلاص العمل لله عز وجل والبراءة من الشرك ودعاء غير الله عز وجل. نعم. ويجتهد في الدعاء والرغبة إلى الله عز وجل إلى غروب الشمس. مع هذا الذكر لا إله إلا الله
له لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يدعو ويكثر من الدعاء من غير تعيين لدعاء معين، بل يدعو الله بما تيسر له، وإن كان معه كتاب صحيح يقرأ منه الدعاء فلا بأس بذلك، بشرط أن تكون هذه الأدعية ليس فيها بدعة ولا شيء من الخرافات، وإنما تكون أدعية صحيحة موافقة للكتاب والسنة، ويأخذ هذا من الكتب الموثوقة والمناسك المحررة، ما يأخذها من أي كتاب، بل يأخذها من الكتب المعروفة الصحيحة الموثوقة. نعم. ثم يدفع مع الإمام إلى مزدلفة على طريق المأذنين وعليه السكينة والوقار. فإذا غربت الشمس دفع الحجاج إلى مزدلفة، ولا يدفعون قبل غروب الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ظل واقفا حتى غربت الشمس واستحكم الغروب وغاب قرص الشمس، حينئذ دفع صلى الله عليه وسلم إلى مزدلفة منهيا بذلك الوقوف بعرفة، فلا يجوز له الانصراف قبل الغروب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف إلى الغروب وقال خذوا عني مناسككم، فإن دفع قبل الغروب فإنه يكون ترك واجبا من واجبات الحج، عليه أن يعود، عليه أن يرجع ويبقى إلى أن تغرب الشمس، فإن لم يرجع واستمر في انصرافه قبل غروب الشمس فعليه فدية، لأنه ترك واجبا من واجبات الحج. نعم. ويكون منبيا، ويكون في دفعه ما بين عرفة ومزدلفة عليه السكينة، عليه السكينة بمعنى أنه لا يسرع في المشي أو يسرع في الدابة أو يسرع في السيارة، بل يكون عليه السكينة والرفق والهدوء في سيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول السكينة السكينة لأصحابه وهم يمشون إلى مزدلفة، لئلا يحطم الناس بعضهم بعضا، وهذا شيء يغفل عنه كثير من الحجاج في سياراتهم، تجدهم يتساقطون في السيارات فيما بينهم ويتعرضون للأخطار ويؤذون المشاة، ربما يصيبون أحدا، فعلى الحاج أن يكون رفيقا في نفسه وبإخوانه ولا يضايق أحدا أو يؤذي أحدا، لأنه جاء للحج ولم يأتي للأذى، وهؤلاء إخوانه يرفق بهم كما يرفق بنفسه. نعم. ويكون ملبيا ذاكرا لله عز وجل، ويكون في سيره من مزدلفة من عرفة إلى مزدلفة ملبيا، يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك، يكثر من التلبية، والتلبية أيضا فيها التوحيد، لا لبيك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هذا تذكير للتوحيد وتحذير من الشرك في الحج وغيره، فالمسلم يخلص أعماله لله عز وجل فلا يدخل فيها شيئا من الشركيات والبدع ودعاء غير الله والاستغاثة بغير الله، كل هذا يفسد حجه وأعماله. التلبية فيها إشعار بالتوحيد والإخلاص لله عز وجل والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه في عبادة عظيمة. نعم. فإذا وصل إلى مزدلفة صلى بها المغرب والعشاء قبل حط الرحال، يجمع بينهما، يؤخر الجمع في مزدلفة جمع تأخير، أما الجمع في عرفة فهو جمع تقديم، فالحجاج يؤخرون صلاة المغرب إلى أن يصلوا إلى مزدلفة فيصلوها
يصلونها ويصلون بعدها صلاة العشاء جمع تأخير مع قصر صلاة العشاء إلى ركعتين. ولو تأخر وصولهم ما لم يخشوا من خروج الوقت، ما لم يخشوا من انتصاف الليل، فإذا خشوا من انتصاف الليل وهم في الطريق فإنهم ينزلون ويصلون في الطريق، لأن آخر وقت الاختيار للعشاء إلى منتصف الليل، فإذا خشوا من أن ينتصف الليل وهم في الطريق ولا صلى ينزلون يصلون على حسب حالهم ويجمعون. أما إذا لم يخشوا من فوات الوقت فإنهم يؤخرون المغرب ويصلونها مع العشاء أول ما يصلون، أول عمل يبدأون به حين يصلون إلى مزدلفة الصلاة، بعد أن يحطوا رحالهم وما يحتاجون إليه، لأنهم يحتاجون إلى فروش، يحتاجون إلى وضوء، يحتاجون إلى، فإذا وصلوا تهيأوا للصلاة بوضوعها وبالفروش إذا احتاجوا إلى فروش وإنزال الأمتعة التي يحتاجون إليها، ثم يصلون المغرب والعشاء جمع تأخير. نعم. ثم يبيت بها، ثم بعد ما يصلون المغرب والعشاء يبيتون ينامون، لأن بعض أو كثير من الحجاج هداهم الله يسهرون، يسهرون إذا جاءوا ولا ينامون. الرسول صلى الله عليه وسلم رقد بها وبات بها، فالسنة أنهم ينامون ولا يجلسون، يمضون الليل بالضحك والكلام والمسامرة، لأنهم في عبادة، هم ما جاءوا في نزهة، إنما جاءوا في عبادة. فإذا صلوا وأنهوا حاجاتهم، وإذا كانوا يحتاجون إلى أكل، إلى قهوة، إلى لا بأس، فإذا فرغوا ينامون. الأحسن أنهم ينامون ولا يجلسون، لأنهم كانوا متعبين في النهار يحتاجون إلى الراحة، وعندهم من الغد أعمال يؤدونها في يوم العيد، يحتاجون إلى الراحة من أجل أن يخلصوا من التعب الذي عليهم في عرفة، ويتهيأوا للمناسك في يوم العيد، يكونون أقوياء ولا يسهرون كل الليل وكلام وضحك وما أشبه ذلك، أنهم في عبادة، ما جاءوا في نزهة يضحكون يسمرون. نعم. ثم يصلي الفجر بغلس. نعم. ثم إذا أصبح طلع الصبح يبادون بصلاة الفجر. السنة في صلاة الفجر سائر الأيام أنها تؤخر قليلا بعد طلوع الفجر، تؤخر قليلا بعد طلوع الفجر، إلا في ليلة مزدلفة، فالأفضل أن يبادر بها عند أول طلوع الفجر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. حتى إن بعض الصحابة يقول لا أدري هل طلع الفجر أو ما طلع من سرعة الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فيبادر بها عند أول طلوع الفجر من أجل أن يتفرغ للدعاء بعد الفجر. نعم. ويأتي المشعر الحرام فيقف عنده ويدعو. كذلك مزدلفة كلها موقف، قال صلى الله عليه وسلم جمع كلها، جمع هي مزدلفة كلها موقف، فما فإذا دخلت فيها من داخل علاماتها وحدودها فأنت في مزدلفة، تقيم فيه وتبيت فيه وتصلي فيه. وإن تيسر بعد الفجر أنك تذهب إلى الجبل، جبل قزح، وهو الذي عليه المسجد الآن المشعر الحرام، قيل المشعر الحرام هو هذا الجبل، الجبل الصغير الذي في وسط مزدلفة أو يميل إلى الجنوب، وقيل المشعر الحرام هو كل مزدلفة، كل مزدلفة تسمى المشعر الحرام. فإن تيسر أنه يذهب إلى الجبل ويقف عنده ويدعو كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يتيسر خصوصا في أيامنا أيام الزحام وكثرة السيارات فلا يذهب، وإنما يقف في صلاة الذي صلى فيه الفجر ويتوجه إلى القبلة ويدعو.
يكثر من الدعاء. نعم. ويستحب أن يكون من دعائه: اللهم كما وقفتنا فيه وأريتنا إياه فوفقنا لذكرك كما هديتنا، واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك، وقولك الحق، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. نعم. قال الله جل وعلا قال الله سبحانه وتعالى: فإذا أفضتم من عرفات، يعني بعد الوقوف، فاذكروا الله عند المشعر الحرام، يعني مزدلفة. وذكر الله يكون بجمع الصلاتين فيها، المغرب والعشاء وصلاة الفجر، ويكون بذكر الله عز وجل، ويكون بالدعاء، كل هذا من ذكر الله في مزدلفة، كل من ذكر الله في مزدلفة. ويدعو بما تيسر له من الأدعياء، ليس بلازم أن يتقيد بدعاء معين، بل يدعو بما يسر الله له من الأدعية ويجتهد في ذلك. اذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم، شكرا لله على هدايته، وتذكره شكرا له على هدايته لك، توفيقه لك. وإن كنتم من قبله لمن الضالين، قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس في ضلال، في جاهلية، هداهم الله بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام. ثم قال: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني ادفعوا من مزدلفة إلى منى، إلى منى. وقيل المراد: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني من عرفة، لأنهم كانوا في الجاهلية يقفون في مزدلفة ولا يذهبون إلى عرفة، ويقولون: نحن من أهل الحرم ولا نخرج عن الحرم. فالله جل وعلا أمر الناس أن يفيضوا من عرفة لا من مزدلفة، هذا هو القول المشهور في الآية، رد على فعل الجاهلية الذين يقفون بمزدلفة ولا يذهبون إلى عرفة. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ظنوا أنه سيقف معهم في مزدلفة، ولكنه صلى الله عليه وسلم تجاوز إلى عرفة محيا بذلك سنة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. أفيضوا من حيث أفاض الناس، وهو إبراهيم عليه السلام أو آدم. ويقف حتى يسر جدا، يقف يدعو في مزدلفة بعد صلاة الفجر حتى يسر جدا، يعني حتى يقرب من طلوع الشمس، ثم يدفع إلى منى قبل طلوع الشمس، مخالفا للجاهلية، لأنهم كانوا في الجاهلية لا يدفعون إلا بعد طلوع الشمس، ويقولون: أشرق خبير كيما نغيب. الخبير هو الجبل المطل على مزدلفة الكبير، الجبل الكبير المطل على مزدلفة، إذا طلعت الشمس أشرقت عليه بضوئها، فيقولون: أشرق خبير كيما نغير، يعني كيما ندفع. فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفع قبل طلوع الشمس. نعم. ويقف حتى يسفر جدا ثم يدفع قبل طلوع الشمس، فإذا بلغ محسر أسرع قدر رمية بحجر حتى يأتي منى. محسر وادي بين منى وبين مزدلفة، ليس من منى وليس هو من مزدلفة، وإنما هو فاصل بينهما، كما أن عرنة فاصل بين نمرة وبين عرفة، فاصل بين الحل والحرم، كذلك وادي محسر هذا فاصل بين منى وبين مزدلفة، ليس هو لا من منى ولا مزدلفة، فيسرع فيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، الإسراع فيه، وهو ليس بالعريض، يقولون قدر رمية حجر، ولا يزال معروفا إلى الآن وادي محسر، لا يزال معروفا، مكتوب عليه رفعات، فيسرع فيه إذا وصل إليه. نعم. فيبتدئ بجمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات، أول ما يصل منها
أول ما يبدأ برمي جمرة العقبة، لأنه تحية منى. جمرة العقبة، رمي جمرة العقبة هو تحية منى، فأول ما يصل يذهب إلى الجمرة ويرميها بسبع حصيات متعاقبات، يرفع يده مع كل حصاة ويكبر يقول الله أكبر، ويرمي سبع حصيات متعاقبات. نعم، فيرميها بسبع حصيات كحصى الخلف، حصى الخلف يعني ما هو حصى كبار ولا حصى صغير، وإنما هو متوسط، قدر الذي يخلف على الأصابع، قدر الحصى الذي يخلف على رؤوس الأصابع، يقدرون بحبة الحمص، مقدار حبة الحمص أو أكبر منها بقليل. نعم، ويكبر مع كل حصاة ويرفع يديه في الرمي، يكبر مع كل حصاة ويرفع يده عند كل حصاة، ما يضع الحصاة وضع الحوض، وإنما يرميها بقوة مع رفع اليد، سمى رمي. فالرمي لا يكون إلا بدفع شديد قوي، لا يكون برخاوة أو يضعها في الحوض وضع من غير رمي، ما تجزي، ما يكون رمي هذا. نعم، ويقطع التلبية بابتداء الرمي، والرمي يكفي إذا غلب على ظن أنه وقع في الحوض، يكفي إذا غلب على ظن أو تيقن وقوعه في الحوض، أما أنه يرمي وهو ما يدري هو راح للحوض ولا ما راح، لا يجزي، لأنه يمكن يجد زحمة ولا يقرب من الحوض ثم يرمي من بعيد. يا أخي إذا وجدت زحمة تأخر، إذا وجدت زحمة تأخر وتجي وقت آخر وترمي، أما أنك تلوف الحصى وأنت ما تدري هذا ما يجزي، لازم أنك ترمي عن قرب ويغلب على ظنك أن الحصى وقع في الحوض أو تيقنت ذلك. والوقت واسع ولله الحمد، إذا وجدت زحمة تأخر تجي وقت آخر. نعم، ويقطع التلبية بابتداء الرمي، لا يزال يرب يلبي من يوم يحرم يوم ثمانية إلى أن يبدأ برمي جمرة العقب، فإذا بدأ بالرمي انتهت التلبية، لأنه شرع في التحلل تنتهي التلبية. نعم، ويستقبل الوادي ويستقبل القبلة ولا يقف عندها، تبطل الوادي يجعلها عن يمينه يستقبل القبلة إذا تيسر هذا، لكن اليوم زحمات ما يحصل لك تجي على كيفك، أنت المهم أنك ترمي ويقع الحصى في الحوض، هذا هو المهم، أما السنن إذا لم تتمكن منها فليست بلازم. نعم، ثم ينحر هديا، ثم إذا فرغ من رمي جمرة العقبة، إن كان معه هدي متمتع أو قارن أو متطوع بالهدي ساقه من الحل، فإنه ينحر هديه بعد الجمرة، ثم يحلق رأسه، ثم يتحلل من إحرامه التحلل الأول، فيباح له محظورات الإحرام ما عدا زوجته. نعم، ثم ينحر هديه ثم يحلق رأسه أو يقصر، ثم أو يقصر، والحلق أفضل، الحلق أفضل، قوله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين، فقدم المحلقين على المقصرين، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاث مرات ودعا للمقصرين مرة واحدة، فدل على أن الحلق أفضل من التقصير، ولا بد في الحلق والتقصير من استكمال الرأس، فلا يكفي أنه يحلق بعضه أو يقصر من بعضه ويترك البعض الآخر، فلا بد أن يستكمل جميع الرأس من الجوانب كلها. نعم، ثم قد حل له كل شيء إلا النساء، فإذا فعل هذه الثلاثة، رمى ونحر هديه إن كان معه هدي، كان معه هدي واجب ساقه من الحل، ساقه من الحل
أما إن كان لأنه شرى الهدي من الحرم ما هو بلازم أنه ينحره يوم العيد، ما هو بلازم على ساعته، لكن اللي سابه من الحل هذا ينحر بعد الجمرة علشان يتحلل. قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، الذي يسيق من الحل من خارج الحرم. ثم إذا فعل هذه الثلاثة، رمى وذبح هديه وحلق رأسه، فإنه يتحلل من الإحرام، يلبس المخيط ويتطيب ويغطي رأسه ويذهب إلى مكة، إلا زوجته لا يقربها حتى يطوف. نعم. ثم يفيض إلى مكة فيطوف للزيارة. يطوف للزيارة إفاضة، يعني يسمى طواف الإفاضة ويسمى طواف الزيارة ويسمى طواف الصدر، كلها أسمى لطواف واحد وهو طواف الحج. هذا طواف الحج وهو ركن من أركان الحج. نعم. وهو الطواف الواجب الذي به تمام الحج. نعم، هو ركن من أركان الحج. قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما رمى وحلق وذبح هديه وحلق رأسه تحلل من إحرامه وتطيب، ثم ذهب إلى مكة وطاف للإفاضة ضحى، طاف للإفاضة ضحى إذا تيسر للحاج هذا. أما إذا لم يتيسر له فالطواف يبدأ من منتصف الليل ليلة النحر ولا حد لنهايته، متى ما طاف يجزي، ولو تأخر اليوم الثاني الثالث الرابع بعد ما ينزل من منى. نعم. ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو ممن لم يسعى مع طواف القدوم. ثم بعد طواف الإفاضة يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو قارنا أو مفردا ولم يكن سعى بعد طواف القدوم. فالقارن والمفرد عليهما سعي واحد، إن شاء قدماه بعد طواف القدوم وإن شاء أخراه بعد طواف الإفاضة. أما المتمتع فلا، عليه طوافان وسعيان، طواف وسعي للعمرة وطواف وسعي للحج. نعم. ثم قد حل من كل شيء، ثم إذا طاف وسعى حل من كل شيء من محظورات الإحرام حتى زوجته يستمتع بها وعاد حلالا كما كان قبل أن يحرم. نعم. ويستحب أن يشرب من ماء زمزم لما أحب. يستحب له بعد ما يفرغ من الطواف وقبل أن يخرج للسعي أن يشرب من ماء زمزم، شربه عبادة سنة، لما أحب، لما أحب من الأغراض، إن شاء أن يشربه للشفاء من المرض، إن شاء أن يشربه للأجر والثواب، إن شاء أن يشربه ليزيد الله في علمه، فإن شاء أن يشربه للشبع، أن يكون جوعان ويشربه لأجل الشبع، لأنه يشبع يطعم يقوم مقام الطعام. قال صلى الله عليه وسلم ماء زمزم طعام شفاء سقم وطعام ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم. نعم. ويتضلع منه، يشرب كثير يكثر تضلع منه، لأنه لا يضر تضلع منه خلاف باقي المياه، باقي المياه لو تشرب وتكثر الشراب يضرك أو تضيق عليه، بينما ماء زمزم ما تتأثر منه أبدا. نعم. فتتضلع منه تكثر منه قدر طاقتك. نعم. ثم يقول اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء، واغسل به قلبي واملأه من خشيتك وحكمتك. نعم. عند بداية الشرب يدعو بهذا الدعاء، يستحب أن يدعو بهذا الدعاء، وإلا فإنه يكفي أن يقول بسم الله في أوله والحمد لله في آخره كسائر الأشربة. نعم.
باب ما يفعله بعد الحل، ثم يرجع إلى منى ولا يبيت لياليها إلا بها. ثم إذا فرغ من طواف الإفاضة والسعي يرجع إلى منى، يرجع إلى منى ويبيت بها ليلة الحادي عشر والثاني عشر لمن تعجل في يومين، والثالث عشر لمن تأخر. والمبيت بمنى ليالي أيام التشريق واجب من واجبات الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها كل الليالي وقال خذوا عني مناسككم. نعم. فيرمي بها الجمرات بعد الزوال من أيامها. فأعمال منى، أعمال منى في أيام التشريق هي رمي الجمرات بعد الزوال من كل يوم، وأداء الصلوات الخمس فيها، والمبيت المبيت فيها، وذبح القرابين والهدي فيها، كل هذا من أعمال منى، والأكل والشرب وذكر الله كما قال صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. نعم. فيرمي بها الجمرات بعد الزوال من أيامها. بعد الزوال في يوم العيد يرمي في منتصف الليل ليلة التاسع، وإن أخره بعد طلوع الشمس فهو أفضل. أما اليوم الحادي عشر وما بعده فالرمي يبدأ بعد الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمي هو وأصحابه إلا بعد الزوال، وكانوا يتحينون إلى أن تزول الشمس ثم يرمون، ولو كان الرمي قبل الزوال جائزا لفعله هو صلى الله عليه وسلم وبينه لأمته، أو فعله أحد من أصحابه، ولم يفعل هو ولا أحد من أصحابه الرمي قبل الزوال في يوم الحادي عشر والثاني عشر. وقد قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. نعم. فيرمي بها الجمرات بعد الزوال من أيامها كل جمرة بسبع حصيات. الجمرات الثلاث الصغرى التي تلي منى، والوسطى والكبرى، الكبرى التي رماها يوم العيد يجعلها في أيام التشريق هي الأخيرة، وهي التي تلي مكة. نعم. كل واحدة بسبع حصيات على الصفة التي مرت في رمي جمرة العقبة. نعم. يبتدئ بالجمرة الأولى فيستقبل القبلة ويرميها بسبع حصيات كما رمى جمرة العقبة. يرميها من أي جهة؟ ما يتمكن الآن من أنه يجيها ويستقبل القبلة، ما يتمكن من الزحمات، يرميها من أي جهة، المهم أن يقع الحصى في الحوض من أي جهة رميته وتيسرت لك، من الشرق، من الغرب، من الجنوب، من الشمال، لا بأس. نعم. ثم يتقدم فيقف فيدعو الله. نعم. إذا رمى جمرة الصغرى الأحسن أنه إذا تأخر يسير إلى الجمرة الوسطى، يسير إلى الجمرة الوسطى، في الطريق ما بين الجمرتين يقف ويدعو الله مستقبلا القبلة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم يأتي الوسطى فيرميها كذلك. ثم يأتي الجمرة الوسطى ويرميها كذلك بسبع حصيات. نعم. ثم يرمي جمرة العقبة ولا يقف عندها. ثم بعد الوسطى أيضا إذا خلص منها وتقدم إلى الجمرة العقبة يقف بين الجمرتين ويدعو مستقبلا القبلة، ثم إذا جاء جمرة العقبة رماها ثم انصرف ولا يقف بعدها ولا يدعو، لأن العبادة انتهت. نعم. ثم يرمي في اليوم الثاني كذلك. اليوم الثاني وهو الثاني عشر. نعم. فإن أحب أن يتعجل في يومين خرج قبل الغروب. إن أحب أن يتعجل يعني يرحل من منى وينهي مناسكه، فيشترط أن يخرج من منى قبل الغروب، إن غربت عليه الشمس وهو لم يرحل وجب عليه المبيت والتأخر. فإذا أراد التعجل يرمي الجمرات بعد الظهر أو بعد العصر، ثم يحمل متاعه ويخرج من منى قبل الغروب، يكون قد تعجل في يومين الحادي عشر والثاني عشر.
بعض الناس يغلط يقول يومين يعني يوم العيد ويوم الحادي عشر، هذا غلط. يوم العيد ما يدخل في أيام التشريق، يوم العيد ما يدخل في أيام التشريق، أيام التشريق هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. فمن تعجل في يومين يعني في الثاني عشر، ومن تأخر يعني الثالث عشر. نعم. فإن أحب أن يتعجل في يومين خرج قبل الغروب، قبل الغروب. أما إذا غربت عليه الشمس ولم يرحل فإنه لا يرحل بعد الغروب، بل يبقى يبيت، يجب عليه المبيت والرمي بعد الظهر من الثالث عشر. نعم. فإن غربت الشمس وهو بمنى لزمه المبيت بمنى والرمي من غد. نعم، وهذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. التأخر أفضل، لأنه هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أكمل من التعجل، فيه زيادة عبادة، وفيه أيضا في وقتنا الحاضر فيه سلامة من الزحمات، ينتظر حتى أن الحجاج يخفون ويكون يحصل أجوء ويحصل راحة أيضا. لكن بعض الناس يعني يصابون بالعجلة والحرص على الانصراف، ولو أنهم لم يتعجلوا وبقوا في اليوم الثالث عشر خف الزحام وحصل لهم زيادة أجر وثواب. نعم. فإن كان متمتعا أو قارنا فقد انقضى حجه وعمرته. نعم، إن كان متمتعا بالعمرة إلى الحج أو قارنا بين العمرة والحج فقد انتهى حجه وعمرته. أما إن كان مفردا فقد انتهى حجه، فقد انتهى حجه. وإن أراد أن يأتي بعمرة بعدما يفرغ من مناسك الحج فلا بأس بذلك، كما فعلت عائشة رضي الله عنها، فيخرج إلى الحل ويحرم بعمرة حتى يكون أتى بحج وعمرة. نعم. وإن كان مفردا خرج إلى التنعيم فأحرم إلى التنعيم وهو أدنى الحل، أو إلى الجعرانة، أو إلى الشميسي من الغرب، أو من أي جهة، المهم يخرج خارج الحرم، خارج الأميال ويحرم، أو إلى عرفة من الحل ويحرم من الحل من أي جهة. نعم. فأحرم بالعمرة منه، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل عائشة إلى التنعيم لأنه أقرب الحل إلى مكة، والرسول دائما يلتمس اليسر للأمة مهما أمكن. نعم. وإذا كان مفردا خرج إلى التنعيم فأحرم بالعمرة منه، إنما يتعين التنعيم يخرج إلى الحل من أي جهة. نعم. ثم يأتي مكة فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر. أي نعم، يكون أدى عمرة بعد الحج، يكون جمع بين عمرة وحج. نعم. فإن لم يكن له شعر استحب أن يمر الموسى على رأسه. وقد هو حلق رأسه يوم النحر، ما أمديه ينبت له شعرا يومين، يقول ولو كان يمر الموسى على رأسه عملا بالأمر، يعني امتثالا للأمر. نعم. وقد تم حجه وعمرته. نعم. وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد، لكن الفرق بين القارن والمفرد العمل واحد، لكن الفرق بأمرين. الأمر الأول النية، هو نوى عمرة وحجا، والمفرد نوى حجا فقط. الأمر الثاني أن القارن تجب عليه فدية التمتع، وأما المفرد فليس عليه فدية. نعم. وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد، لكن عليه وعلى المتمتع دم، لقوله تعالى فدية، يعني دم يعني فدية. نعم. لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. نعم. وإذا أراد المتمتع والقارن عليهما فدية، من تمتع بالعمرة إلى الحج، يعني جمع بين عمرة وحج في سفر واحد، جمع بين عمرة وحج في سفر واحد، سواء فصل بينهما بتحلل أو لم يفصل بينهما بتحلل، وهو القارن.
عليهما فدية، بقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ما استيسر من الهدي، وهو أن يذبح شاة أو يشترك في بعير، سبعة كل سبعة في بعير أو في بقرة، يعني شاة أو سبع بعير أو سبع بقرة، هذا الهدي. فإن لم يتيسر له، ما معه نقود أو ضاعت نقوده أو يلا تكفيه لحوائجه التي لا بد منها، فهو يصوم بدل الذبح، يصوم ثلاثة أيام في الحج، ويبدأ بها إن أراد أنه يبدأ بها بعد إحرامه بالعمرة ولو في أول العشر، يصوم إذا أحرم بالعمرة ثلاثة أيام. فإن جاء يوم عرفة وهو لم يصم فإنه يصومها في أيام التشريق، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، يعني يصدق عليه أنه صام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إلى رجع إلى أهله، تلك عشرة كاملة بدل الفدي لمن لم يقدر عليه. نعم. وإذا أراد القصور لم يخرج حتى يودع البيت بطواف عند فراغه من جميع أموره. نعم، بقي عليه عند السفر طواف الوداع، لا يسافر إلا بعد طواف الوداع، لأن طواف الوداع واجب من واجبات الحج، قوله صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أمروا أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. الحائض ليس عليها طواف وداع، تخرج تسافر، لأنه لا أسقطه الله عنها تخفيفا عنها. أما غير الحائض والرجال فعليهم طواف الوداع، هذا واجب، ولا يسافر بدون طواف الوداع سبعة أشواط بالبيت ثم يسافر بعد. نعم. فإذا أراد القفول لم يخرج حتى يودع البيت أراد القفول يعني الرجوع إلى أهله. نعم. لم يخرج حتى يودع البيت بطواف عند فراغه من جميع أموره حتى يكون آخر عهده بالبيت، لأنه جاء زائرا للبيت وأداء المناسك، ومن العادة أن الذي يأتي زائر ما يسافر إلا بعد ما يودع المزور، بعد ما يودع المزور ما يسافر ولا يودع، هذا من سوء الأدب، فيودع عند السفر، ولذلك سمي طواف الوداع. نعم. فإن اشتغل بعده بتجارة أعادة، ينتقض طواف الوداع وتلزم الإعادة إذا بات في مكة بعده، أو اشتغل بتجارة راح يبيع ويشري ثم سافر بعد ذلك، ينتقل لازم أنه إذا طاف طواف الوداع يسافر، ولا يبيت في مكة ولا يبيع ويشتري. أما أن يشري أغراض السفر أو يشري الهدايا التي يروح بها أهل بيته أو جيرانه ما في مانع، هذا من حوائج السفر. أما أنه يبيع ويشري تجارة هذا ينقض الوداع. نعم. ويستحب له إذا طاف أن يقف في الملتزم بين الركن والباب، يستحب له إذا تيسر أنه يقف بين الركن اللي هو الحجر الأسود والباب، هذا ما يسمى بالملتزم، فيدعو الله عز وجل بما تيسر له من الأدعية بعد طواف الوداع ثم يسافر، هذا سنة، وإذا لا يتيسر فليس بلازم. نعم. فيلتزم البيت ويقول: اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، حملتني على ما سخرت لي من خلقك، وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك، وأعنتني على أداء نسكي، فإن كنت راضيت عني فازدد عني رضا، وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري، فهذا أوان صراطي إن أذنت لي، إن أذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك. اللهم أصحبني العافية في بدني والصحة في جسمي والعصمة في ديني، وأحسن منقلبي، وارزقني طاعتك ما أبقيتني، واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. ويدعو بما أحب ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يأتي إلى الملتزم بين الركن والباب ويقف ويدعو الله
يدعو الله بما تيسر له، وإذا دعا بهذا الدعاء الذي ذكره المؤلف فلا بأس، لأنه دعاء صحيح ليس فيه محذور، ودعاء جامع أيضا جامع، ويستحب في الدعاء أن يكون دعاء جامعا لخير الدنيا والآخرة، فيدعو الله بما تيسر، هو لازم أنه يدعو بهالدعاء هذا، بل يدعو بما تيسر له، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم سلمني، اللهم أصلح ذريتي، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وإلى آخره، يدعو لنفسه ولأقاربه، يدعو لنفسه ولوالديه ولأقاربه وللمسلمين بما تيسر. وإن دعا بهذا الدعاء الذي في الكتاب، ويذكرونه في المناسك أيضا فلا بأس، لأن دعاء صحيح، صحيح المعنى. نعم. فمن خرج قبل الوداع رجع إليه إن كان قريبا. إذا صار ما يدري أن عليه وداع، جاهل وخرج، أو نسي الوداع، أو متعمد، فإن كان ذكر وهو قريب من مكة يرجع ويطوف للوداع. أما إذا بلغ مسافة قصر، مثلا وصل إلى السيل، لأن السيل مسيرة يومين للراحلة، إذا بلغ مسافة القصر ما ينفع الرجوع، تقرر عليه الدم. إذا بلغ مسيرة يومين للراحلة يعني 80 كيلو، إذا بلغ 80 كيلو خلاص تقرر عليه الدم. إن كان دون 80 كيلو إنه يرجع ويطوف للوداع وليس عليه شيء. نعم. وإن بعد بعث بدم. نعم. أما إذا بعد يعني بلغ 80 كيلو فأكثر تقرر عليه الدم، فإذا جاء إلى مكة يذبحه، أو يوصله مع وكيل يذبحه في مكة ويوزعه على فقراء الحرم، فإن لم يجد صام 10 أيام. نعم. إلا الحائض والنفساء. أما الحائض والنفساء فالله أسقط الوداع عنهما. نعم. فلا وداع عليهما، ويستحب لهما الوقوف عند باب المسجد والدعاء. الدعاء ما هو ممنوع لا للحائض ولا للنفساء، لكن ما تدخل المسجد، الحائض والنفساء ما تدخلان في المسجد، وإنما تقف عند باب المسجد وتدعو إن أرادت. نعم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، جزا الله فضيلة الشيخ على ما قدم ونفعنا بعلمه وأمد في عمره على طاعته
وأستأذن في عرضي قبل أن نعرض أسئلة الحضور والمناطق، أسئلة المسابقة المتعلقة بدرس اليوم في درس معالي. السؤال: صفة الحج على نوعين اذكرهما. نعم. صفة كاملة وهي تشتمل على الأركان والواجبات والسنن. نعم. وصفة مجزئة وهي تشتمل على الأركان والواجبات. بارك الله فيك. ما شاء الله. هذا بر عاجل. السؤال الثاني: بماذا يحصل التحلل الأول وماذا يباح له؟ السلام عليكم. يحصل التحلل الأول بالحل والرمي وذبح الهدي، ويتحلل له كل شيء إلا النساء، فإنه لا يجتمع بالنساء. إيش يحصل له؟ إيش يحصل له؟ التحلل يكون برمي الجمرة العقبة. نعم. وحلق الرأس والهدي، ذبح الهدي. ذبح الهدي لمن ساقه من الحل، أما اللي ساقه من ما هو بلازم. نعم. ويحل شيء إلا النساء. أي نعم. نعم. السؤال الأخير: لماذا ينتقض طواف الوداع؟ نعم قريب هذا. نعم نعم في مكة. نعم أي فقط طائف مكة فقط، يعني يبيت في مكة. أي بقى هذا بقى هذا واحد، هذه ثاني بعد شرط أن يسافر. إيه جبت واحدا ما يخال. نعم. أو الاتجار، أو الاتجار البيع والشراء. نعم في مكة. ها ينسخ بينهم. ها رأيك أنا قاطع الزاكر. نعم لعلنا نبدا اسئله، نبدا الى الاخوان في الكويت اذا كان لديهم اسئله يبدأون الان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته. احسن الله اليكم سماحه الشيخ، وامد في اموركم على طاعته، ونفعنا والمسلمين بعلمكم، والله اسال ان يجزيكم خير الجزاء على تكرمكم بمواصله ابنائكم خارج المملكه، سواء كانت هنا في جمعيه حياه تراث الاسلام في الكويت او في بريطانيا، فان في مثل هذه اللقاءات خيرا كثيرا للمسلمين خارج بلادكم. وقبل ان استاذن سماحتكم في عرض بعض الاسئله، ابلغ الشيخ سلام الاخوه في الكويت وشكرهم سماحته والاخوه القائمين على مؤسسه الدعوه على تسببهم في مثل هذه اللقاءات المباركة إن شاء الله. عليك وعليكم السلام. سماحة الشيخ، يسأل حفظكم الله، يقول: هل يجوز لي أن أعتمر عن نفسي وأحج عن أبي؟ لا بأس بذلك، أنه يجعل العمرة المتمتع، المتمتع يجعل العمرة عن شخص والحج عن شخص آخر، ما في بأس. نعم. أحسن الله عليكم سماحة الشيخ، أيهما أفضل في ذبح الهدي؟ هل الأكثر عددا ولو كانت رخيصة الثمن، أم قليلة العدد وإن كانت غالية الثمن؟ الأحسن الأنفع والأوفر لحما، الأوفر لحما والأسمن سمينة وافرة اللحم، هذه أفضل. نعم. أحسن
أحسن الله يكون فضية الشيخ، يسأل هل الحلق في ماكينة الحلاقة على درجة ستر يقوم مقام الحلق بالموس؟ قريب الصفر، قريب من الموس، قريب من الحلق بالموس، لكن لو حلق بالموس يكون أحسن. نعم. السلام عليكم. يسأل يقول هل يستدل بقول جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم في حجة الوداع عن المتمتعين قال فلما كان يوم النحر أثنى بالبيت وكفانا الطواف الأول بين الصفا والمروة على أن المتمتع لا يجب عليه إلا سعي واحد بدليل أن جابرا كان متمتعا؟ لا، هذا ما هو صحيح. وجابر كان متمتعا يعني قارنا بين الحج والعمرة، لأن القارن يقال له متمتع، والقارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد لحجه وعمرته. أما المتمتع الذي تحلل من العمرة وأحرم بالحج فعليه طوافان وسعيان، طواف سعي للحج وطواف سعي للعمرة، هذا هو الصحيح. نعم. السلام عليكم سماحة الشيخ. يسأل قل لو تغلبت دولة مؤثرة على دولة مسلمة ووضعت فيها رئيسا فهل يعتبر هذا الرئيس وليا للأمر؟ الله، ما ندخل حنا في أمور السياسة، حنا نتكلم في مناسك الحج، وأمور السياسة لها مجال آخر. نعم. السلام الله عليكم. يسأل يقول قال الصنعاني رحمه الله في كتاب السبل إن الأصل فيما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الحج هو الوجوب، ومن قال خلاف ذلك فعلى الدليل، فهل قوله رحمه الله على الإطلاق؟ لا، ليس على الإطلاق، ما كل ما فعله في الحج يكون على الوجوب، لأن هناك أدلة دلت على أن بعض الأشياء ليست للوجوب. نعم. الله عليكم. يسأل يقول هل يجوز إعطاء الزكاة لمن يريد الزواج؟ إذا كان عاجزا عن المهر فإنه يساعد من الزكاة، أما إذا كان قادرا على دفع المهر فإنه لا يعاني من الزكاة، يعينه تبرعا منه لا بأس، أما الزكاة فإنما هي للفقير والمسكين. نعم. أشكر الأخوة في الكويت وننتقل الأخوة في عرعر. الشيخ عواد. انتقل الأخوة في الجوف. ومعنا يصلوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل من كان يريد المسك وتجاوز الميقات وحتى وصل إلى جدة لعمل يريده فهل له أن يذهب إلى ميقات السير أم يلزمه الرجوع إلى ميقاته؟ ومن فعل ذلك هل يلزمه دم أم لا؟ يلزم من يريد الحج أو العمرة أن يحرم من الميقات الذي على طريقه إلى مكة، فإن تجاوزه فإنه يرجع إليه إلى الميقات الذي تجاوزه ويحرم منه قريبا كان أو بعيدا، فإن لم يرجع وأحرم من دونه أو من غيره فإنه يكون عليه دم لأنه ترك واجبا من واجبات الحج. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يجوز الاغتسال والاستنجاء بماء زمزم؟ يكره الاستنجاء بماء زمزم وغسل النجاسة به لأنه ماء شريف، فيكره أنه يزيل به النجاسة أو يستنجي به، وأما الوضوء والاغتسال به فلا بأس. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل ذكرت فضيلتكم مقدار الحسن الذي يرمى به، فهل الرمي بالكبير أو الصغير جدا لا يجزي أم أن ذلك من باب التحذير فقط؟ الرمي بالكبير من باب الغلو، والغلو لا يجوز، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجمرات بكفه صلى الله عليه وسلم وكانت قدر الحمص أو قدر حصى الخذف، فنفضها صلى الله عليه وسلم وقال أمثال هؤلاء فارموا وإياكم والغلو،
فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، فإذا رمى بجمرات كبيرة لا تجزيه لأنها خلاف السنة وغلو، وكذلك الصغيرة جدا لا تجزي، بل يرمى بصفة ما وصف في الحديث، قدر حصل خلف أو قدر حبة الحمص المعروفة. نعم. أحسن الله عليكم. هذا السائل يسأل عن تكرار العمرة بعد أدائها من التحلل. لا بأس بتكرار العمرة، لكن الأفضل عدم التكرار. لا نقول أنه ممنوع عن التكرار، لكن نقول الأولى عدم التكرار، هذا أحسن. نعم. أحسن الله عليكم. هذا السائل، ما حكم الكعب العالي للنساء ولا للرجال؟ إن كان للنساء وليس فيه ليس فيه ها إيش يقول؟ للنساء إذا كان من عادته اللبس وليس فيه تبرج ولا خطر عليها من السقوط وهو من عادة النساء فلا بأس. نعم. أشكر الأخوة في الجوف وننتقل الأخوة في عرف. السلام عليكم ورحمة الله. فضيلة الشيخ، أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم. يقول السائل، ظاهر حديث في جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوتر في مزدلفة بل نام، ما قول فضيلتكم؟ وهل النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل وتر تلك الليلة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم حث على الوتر وأكد عليه وأمر به، فلا يترك الوتر لا في مزدلفة ولا غيرها. وما نعلم ولا ندري هل الرسول أوتر، ما دام لم ندري أنه لو ثبت أنه ما أوتر عملنا بتركه، لكن ما دام ما ثبت فالأصل مشروعية الوتر، الأصل مشروعية الوتر وتأكده. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل، ما نراه الآن من وجود بعض المكاتب المكاتب الخيرية تعطيهم مقدار من المال وهم يذبحون لك ويوزعونها، فهل يعتبر لي تلك فهل يعتبر لي التحلل الأول عندما أعطيهم من المال؟ نعم. المكاتب المعتمدة من الحكومة تعطيها، لأن هذا فيه تسهيل على الحجاج تلافي للزحام، فتوكلهم على هذا وهم معتمدون ومعهم تفويض من العلماء لأجل التوسيع على الناس من الزحام والخطر، فإذا دفعت لهم ورميت وحلقت راسك تتحلل، لأنك ما سقت الهدي من الحل، هم يشرونه من ما سقوا من الحل، يشرونه من المشاعر ومن مكة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل، بعد الطواف طواف الوداع هل يلزم الخروج قبل الغروب أو المقصود أنه لا يبيت بمكة من ليلته؟ إذا طاف للوداع سواء عند غروب الشمس أو وسط الليل أو الفجر أو الظهر يسافر في أي وقت، هذا الحد، إنما لا يقيم في مكة، لا يقيم في مكة بعد طواف الوداع. وأما أنه يفعله ويخرج في أي وقت لا مانع. نعم. نشكر الإخوة في عرعب وننتقل الإخوة في جدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام بارك الرحمن لنا في علمك يا فضيلة الشيخ. يسأل السائل، هل يجوز المبيت خارج منى إذا اتصلت الخيام قياسا على جواز الصلاة خارج المسجد إذا اتصلت الصفوف؟ لا، هذا ما يقاس على المسجد، هذا مشعر من المشاعر، من تمكن من المبيت فيه يبيت فيه على أي حال، ومن لم يتمكن فإنه يسقط الواجب مع العجز، إذا كان أنه ما يقدر يمشي يروح أو عنده نساء ولا يقدر يروح ويتركهن أو معه مريض ولا يقدر يروح، فهو يسقط عنه المبيت للعذر، ما هو من أجل اتصال الخيام،
أن يقول اتصال الخيام مثل الصلاة لا غلط، لكن يسامحون للعذر من المبيت في منى. نعم. ما هو ميقات أهل السودان وأهل مصر إذا وصلوا إلى جدة غير محرمين؟ الذي يأتي من طريق من الشمال من شمال مكة ميقاته الجحفة أو أبيار علي، إن جاء من طريق المدينة فهو من أبيار علي من الحليفة، وإن جاء من البحر فإنه من الجحفة، يحرم من الجحفة. ومن جاء من جهة الجنوب ميقاته السعدية، ميقاته السعدية يلملم ميقات أهل اليمن. ومن جاء من طريق المشرق فميقاته السيل. ومن جاء من طريق العراق فميقاته ذات عرق. هذه المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما جدة فليست ميقاتا إلا لأهلها، لأهل جدة أو لمن نوى الحج منها. ما يوم يجي ما نوى حج ولا عمره، يوم يتجاوز الميقات ما نوى حج ولا عمره، لكن بعد ما وصل جدة نوى أنه يعتمر يحرم من جدة من المكان الذي نوى منه قوله صلى الله عليه وسلم ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، يعني من حيث نوى. نعم. أما من جاء وهو ناوي للحج أو العمرة ومر على ميقات من هذه المواقيت يجب عليه أن يحرم منه قوله صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة. نعم. نشكر الأخوة في جدة وننتقل لأسئلة الحضور. حفظكم الله. هذا السائل يقول هل يجوز تغطية الرأس للحاج بالبطانية؟ لا يجوز، الذكر ما يغطي رأسه بالبطانية، لكن له يبيت تحت الخيمة لا بأس، يدخل تحت خيمة لا بأس في ذلك. أما يضع شيء مباشر ملاصق لرأسه ويغطيه به فلا يجوز، وإذا احتاج إلى ذلك وخاف من الضرر يغطيه ويفدي، يغطيه ويفدي، مثل لو احتاج إلى الحلق يحلق رأسه ويفدي كما في القرآن من كان بعيضا أو به ألم من رأسه فهدية من صيام أو صدقة أو نسك. نعم. حفظكم الله. كثير من الأسئلة تصدرت في هذه العبارة نشهد الله أننا نحبك في الله. هذا السائل يقول هل يجوز رمي الجمرات قبل الزوال في أيام التشريق؟ لا يجوز قبل الزوال، لأن هذا شيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا هو ولا أصحابه، ولو كان جائزا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. فكونه انتظر إلى أن زالت الشمس ولم يرمي قبل ذلك، وأصحابه مثله انتظروا حتى بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يتحينون الزوال، كوننا نجي بآخر الزمان ونقول يجوز الرمي قبل الزوال نحدث شيء لا دليل عليه فهذا من الغلط، هذا من الغلط والاستدراك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرمي يوم العيد رمى الرسول صلى الله عليه وسلم ضحى، فنرمي ضحى ما يخالف، لكن في يوم 11 و12 لم يرمي قبل الزوال، فلماذا نخالفه ونرمي قبل الزوال؟ نعم. وهذا يقول حفظكم الله الرجاء ذكر بعض الكتب التي تشرح صفة الحج بشيء من التفصيل. كتب كثيرة ولله الحمد، ولكن أقربها وأصحها منسك شيخ الإسلام ابن تيمية، مختصر ومركز جيد، إلا أنه في مسألة المتمتع يقول يكفيه سعي واحد، وهذا لا شك أنه عليه ملاحظة. أما بقية المنسك هو جيد جدا، والمنسك الثاني منسك الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تحقيق والإيضاح، هذا منسك جيد ومحرر ومركز على الأدلة وموثوق إن شاء الله. نعم.
هذا يقول: ما حكم من جاء متأخرا ليقف في عرفة ثم وجد الناس قد دفعوا إلى مزدلفة؟ ما حكم من جاء متأخرا ليقف في عرفة ثم وجد الناس قد دفعوا إلى مزدلفة وقد غابت الشمس، هل لهذا حج؟ ما حكم وإيش؟ من جاء متأخرا ليقف في عرفة ثم وجد الناس قد دفعوا إلى مزدلفة وقد غابت الشمس، ما عليه منهم يقف في مزدلفة في عرفة له إلى طلوع الفجر، كل وقت للوقوف في عرفة، متى ما جاء يقف بعرفة ولو قبيل طلوع الفجر، ويسقط عنه المبيت بمزدلفة. إن تمكن يجي المزدلفة يجي، وإما تمكن فيكفيه الوقوف بعرفة ويسقط عنه المبيت. نعم. هذا يقول حفظكم الله: ألا يقال إن وقوف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة ومزدلفة كان من باب الموافقة وليس للتعسي والاقتداء، وكذلك دخول مكة وعليه فلا يقال بسنيته؟ لو سلكنا المسلك ما صار فيه سنن نبت، وقلنا هذه من باب الموافقة، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، الله جل وعلا يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فما نقول أن هذا من باب الاتفاق للقصد، بل نقول هذا شرع، هذا شرع شرعه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فنحن نقتدي به، إلا إذا جاء دليل يدل على أن هذا ليس من الشرع وإنما هو من العادات، إنما هو من العادة، أو أنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فالأصل إن ما فعله الرسول أننا نقتدي به ونفعله كما فعله صلى الله عليه وسلم. نعم. كثر المفتون في هذا الزمان بعلم وبغير علم، وخصوصا في الحج، فما توجيهكم وما رأيكم في من يقول إن الخلاف ظاهرة صحية؟ ظاهرة مرضية، عمر صحية، والله ظاهرة مرضية، والخلاف شر، الخلاف شر، والله نهى عن الخلاف: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والمرجع إلى أهل العلم، أو بكل واحد يفتي، المرجع إلى الجهات العلمية المعتمدة، المعتمدة للفتوى ترجع إليها، وكثرة الناس المتطفلة والمتعالمة ترجع إلى أهل الفتوى المعتبرين تستفتيهم. نعم. من حج العام الماضي وأراد أن يحج هذه السنة بدون تصريح، فهل في هذا حرج؟ أي نعم، أي يجوز يخالف نظام الدولة، يعني يتعرض للمسؤولية، تعرض للمسؤولية، والحج في الأيام هذه كما تعلمون الخطر فيه والزحام الشديد، الذي أدى فرضه أو تنفل مع الفرض الأولى أنه ما يحج، لما تزول هذه الزحمات وهذه الأخطار. نعم. ما حكم تقبيل الحجر الأسود للمعتمر وهو الآن مطيب ويوجد فيه دهن عود، هل يكون ذلك من محظورات الإحرام؟ ما يضر، الطيب اللي يشمه المحرم بدون قصد ما يضر، أو على الحجر ما يضر، أو يسلم عليك واحد ما هو محرم وبه طيب ما يضر، لأن هذا ما قصدته أنت، ما اللي ما تقصده ما عليك، ما يضر. نعم. ما هو الأفضل لمن كان يصوم صيام داود عليه الصلاة والسلام في أيام الحج؟ يصوم يوم يفطر يوم، إلا أيام الأعياد، إلا أيام الأعياد، أما في بقية الزمان فيصوم يوم يفطر يوم في الحج وغيره. نعم. حججت السنة الماضية وعندما طفت طواف الوداع سعيت وكنت على شك هل أسعى أم لا وسعيت، فماذا علي؟ نعم. حججت السنة الماضية وعندما طفت طواف الوداع سعيت وكنت على شك هل أسعى أم لا وسعيت، فماذا علي؟ كأنه زيادة، يعني يصل أنه شاك هل سعى أو ما سعى، وجاب سعي اشتياطي، ما في بس، لا بس. نعم. ما الرابط في المبيت في منى، هل هو كل الليل أم أكثر الليل؟ معظم الليل، الأكمل كل الليل، الأكمل كل الليل، يصلي بها الفجر مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وإذا احتاج إلى الخروج قبل الفجر أو بعد منتصف الليل فلا بأس. نعم. الذي أراد الحج مفردا ولم يتمكن من الإحرام في الميقات ودخل مكة غير محرم، كيف يتم الحج؟ يرجع للميقات، يرجع للميقات ويحرم منه. نعم.
كيف ينكر الشخص المنكر في الحج وفي أوقات الفتن مثل هذه الأوقات؟ وهل لو أنكر بقلبه وبقي مع صاحب المنكر لخوف منه أو خوف العداوة هل يأثم؟ وكيف يفعل الشاب لمن يحبهم وهو يرى منهم إعراض ومنكرات؟ يا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم بين المنهج الذي نسير عليه في إنكار المنكر. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، فحسب الاستطاعة. تنكر المنكر حسب استطاعتك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. يسأل عن التكبيرات عقد الصلوات في أيام التشريق، متى تبدأ ومتى تنتهي؟ وهل التكبيرات بصوت واحد بدعة؟ تكبير المقيد بعد الفريضة في جماعة، إذا صليتها مع جماعة فإنك تكبر بعد السلام، بعد ما تقول اللهم إنك أنت السلام، أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام، تكبر تكبيرات، ثم تأتي بالذكر الذي بعد السلام المعتاد. أما إذا صليتها وحدك لا تكبر، إنما هذا الصلاة في جماعة، تكبير المقيد إذا صليتها في جماعة، وأما إذا صليت وحدك فلا تكبر. نعم. ما نصيحتكم لبعض الحملات الذين وضعوا في منشورات لهم مدايا عن الحملة ثم ينصدم الحجاج في منى وعرفة حيث لم ينفذ كثير من تلك المميزات؟ يراجعون الحكومة، يراجعون المسؤولين، يراجعون وزارة الحج، هي المسؤولة عن هؤلاء الذين كذبوا عليهم وغروهم، وزارة الحج هي المسؤولة عن المقصرين وعن حاسبهم. نعم. هل لي أن أؤجل الحج إلى العام القادم علما أني لم أحج، ذلك بأني أجد صعوبة في تعلم كيفية الحج ولست متهيئا نفسيا وعمري 21 سنة؟ إذا كنت مريضا أو غير متهيئ نفسيا أجله، أما إذا كنت تقول ما أعرف كيف أحج، تحج مع المسلمين تفعل مثل ما يفعلون. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: فعلي ما يفعل الحاج، فتحج مع المسلمين وتمشي معهم ويحصل إن شاء الله لك المقصود. نعم. في الحج الماضي رميت الجمرات نحو الشاخص فخرجت بعض الحصيات، فما الحكم؟ إذا كنت متأكد أن بعض الحصيات لم تقع في الحوض فإنك تفدي حصاة، تطعم عنها مسكين، حصاتين مسكينين كيلو نصف عن كل واحدة. إذا كانت أكثر من حصاتين يعني 3 و4 و5 تذبح شاة في مكة وزعها على الفقراء. ما حكم الإزار الذي يكون نقيطا من طرفيه ويكون فيه مغاط مربوط في وسطه؟ هذا سروال، هذا سروال والباس محدث في الإحرام، تلف الإزار عليك وتثبته، تثبته بكمر ولا شيء من فوقه. أما أنه هو يخاط وحط به رفقة وحط، هذا مثل المخيط. نعم. نختم بهذا السؤال، يقول: نصيحة من فضيلتكم للذين يقومون ويؤيدون المظاهرات هداهم الله. رايحين تتحجون إن شاء الله وتطلبون الخير، وش تبون بالمظاهرات والفتن والشرور؟ استعيذوا بالله من الفتن وأهلها ومن الشرور. وهذه المظاهرات ليست من دين الإسلام ولا من عمل المسلمين، والذين يأمرون بها يريدون الفتنة والشقاق وشق عصا الطاعة، ويريدون لكم الشر، ما أرادوا لكم الخير، فلا تطيعوهم، بل أنكروا عليهم، أنكروا عليهم وبينوا للناس أن هذا عمل ما يجوز، هذا فيه إخلال بالأمن وفيه تعريض للفتنة وربما يحصل فيه سفك دماء. فهذا يريد شق عصا الطاعة، ويريد أن المسلمين يختلفون ويحصل الشقاق بينهم، هذا عدو للإسلام والمسلمين.